حسب توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات العملية هاي نفسها، أنه تنفتح أكثر من 4 إلى 5 ممرات آمنة لإخلاء سبيل العوائل اللي موجودة محتجزها داعش. تم توجيههم عبر عدة طرق، ومنها المنشورات اللي رميت عليهم من الطائرات وإذاعات والإعلام، وإن شاء الله سوف تكون خطة لإخلاء هذه العوائل، ونحاول جهد إمكان أنه ندفعها عن منطقة العمليات، وإن شاء الله يحررون بالقريب العاجل.